عندي كلمة مسموعة ما تجدلوش، لأنه بصراحة مش هذا المهاجم، مش هذا المهاجم اللي ينفع. والهدف الثاني هو المهاجم اللي ينفع. هنا فرق مهاجمين، هنا فرق في اللاعبين، هنا فرق في المحترفين، هنا فرق في الهدافين. المحترف سيباستيان لوكاس يسجل الثنائية، والآن لا يرقى لمرتبة الشك. ما سأقوله، الغرافة أو التاسية، الشباب إن كوارتر فاينال. الفريق الشبابي يؤكد تفوق الذهاب على بالي صفر. هي التيازي، والله المخرج معلم، والله أعطاني صورة سيباستيان ورجع على صورة سيسي، وكأنه تبنى فكرتي وتبنى رأيي. ومرة أخرى كرة في العمق في دار المدافعين، ومرة أخرى يغلط دفاع الغرافة يصنع الفارق. اللاعب سيباستيان بلال محمد الدولي يخسر الريان، والمحترف يرفع كرة بالحارس ويسجل ثاني الأهداف. البرهان ياتي الآن، التأكيد ياتي الآن، البراهين تتأكد الآن. الشباب لدور الثمانية كأول السعوديين، لا كثاني السعوديين، لأن المباراة الأخرى ست